مرحبا يا صغاري، اليوم سوف نتعرف على الكسور. الكسر هو رقم يستعمل ليبين لنا عدد الأجزاء المتساوية الموجودة في شيء ما. هنا يوجد لدينا رغيف خبز واحد غير مقسم، فنكتب واحد، إذن هو جزء واحد. يا صغاري، إذا قمنا بتقسيم هذا الرغيف إلى قسمين متساويين فإنه يصبح لدينا كسر. هذا الرغيف قسمناه إلى قسمين متساويين، فإذا أخذنا هذا النصف فإنه يصبح لدينا كسر رقماً فوق رقم، ونضع بينهما خطاً. الرقم الأعلى يدعى بسط، يخبرنا عن عدد الأجزاء التي أخذناها. أما الرقم الأسفل يدعى مقام، يخبرنا عن عدد كل الأجزاء. إذن البسط واحد يخبرنا عن عدد الأجزاء التي أخذناها، أما الاثنان يدعى مقام، يخبرنا عن عدد كل الأجزاء. كان عندما ينقسم شيئا ما إلى قسمين متساويين نسمي كل منهما نصف. نصف جزء واحد، بمعنى جزء واحد من جزئين متساويين يسمى نصف. جزء واحد من جزئين متساويين يسمى نصف. واحد على اثنان، تقرأ واحد على اثنان. إذا قسمنا الرغيف إلى أربعة، أجزاء متساوية نسمي كل جزء ربع. جزء واحد من أربع أجزاء، ونقطة تقرأ واحد على أربعة، أخذنا قطعة فأصبح الكسر واحد على أربعة. أما إذا أخذنا قطعتان فيصبح الكسر اثنان على أربعة. اثنان عدد الأجزاء التي أخذتها، وأربعة عدد جميع الأجزاء كاملة. أما إذا قسمنا الرغيف إلى ثلاثة أجزاء متساوية يسمى كل جزء ثلث. وتكتب، إذا أخذنا قطعة واحدة تكتب واحد على ثلاثة.